ما ضربت بقى في الزمالك، مين اللعيبه اللي ضربتهم؟ في الزمالك اول ما رحت مدرسه كوره كان الدكتور محمود سعد، انا قلت له انا عايز اتدرب في مدرسه كوره، موجود في المدرسه انا ده المنطقه اللي انا كنت بحب اشتغل فيها، يعني كان اللي عندي انت بتعلم اللي انا اقدر اللعيبه. افيد فيها يعني، لانها خد احنا انا يعني لما دخلنا النادي احنا اتدربنا مع مدربين جامدين عمالقه، جدا. بالظبط بالظبط. اولهم طبعا اللي كان ليه تاثير في طريقتي وفي اسلوبي في الملعب كان كابتن حماده الشرقاوي، كابتن حمد الشراوي ده قيمة ده كبيرة جدا، حد يعني يعني ده شخصيه هو اللي عمل ما الكورة في بتلاقيهاش، البحرين. شخصيه ما مش يعني ما تلاقيهاش خالص في الزمن اللي احنا موجودين ده خالص يعني، هو اللي مش عمل هتلاقي الكورة في البحرين على فكرة. بس كابتن حماده طبعا، كابتن حماده الشرقاوي، كابتن هلال ادري، كابتن احمد ابو حسين، كابتن مش عايز انسى حد، كان يعني كابتن بدر حداد، كابتن بدر حداد الله يرحمه، كابتن علي شرف طبعا، ده كان مش عارف، كان مدير قطاع بالظبط مدير قطاع، يعني، هو بس كان قيمة ما كبيرة كانش جدا. مدرب يعني، انا بعد كده مر علينا بقى كابتن احمد مصطفى الله يرحمه. بالظبط ما لحقتش احنا، انت بقى ده الجيل اللي هو كابتن اللي احمد انت جيت مصطفى. عليه، انت جبت بالظبط، على كابتن علي ولا كابتن احمد مصطفى جبت على كابتن علي الاول وبعدين كابتن احمد وبعد مصطفى كده كابتن احمد مصطفى بعديها بسنة على طول او سنتين. فمسكت فرقه 2000 في البراعم، وكان كان ساعتها بقى اللي هو الجيل بتاع سيد عبد الله سيد واسلام نيمار، طار، يعني ده هو موجود من هو صغير، ده من هو صغير عنده يعني 9 سنين تقريبا، نيمار موجود من عنده هو 9 سنين في النادي ده وكان لعيب باينة ده لعيب كويس جدا، والله. وكان في الفرق دي 2000 كان فيها لعيبه كويسه، بس هو جيل 2000 ده اتظلم برضو هو كان بيقولك جيل 2000 ده ما كانش فيه لعيبه كويسه كتير. ايوه بالظبط، في كابتن سعيد جداي مسكهم فتره تقريبا ما قبل بعد قبل كده في القطاع بقى في الناشئين في صح. لكن انا خدتهم في المدرسه تحت يعني، احنا اخترناهم وقعدوا معايا حوالي 3 سنين كان او من سنتين ونص. ضمنهم حسين فيصل. لا حسين فيصل حسين فيصل جه، 99، لا حسين فيصل جه 99 هو 99، هو سيف 99 فاروق جعفر. 99 سيف فاروق جعفر برضو انت ما ما هو انا في الفتره قعدت سنه مع فرقه 99، كان كابتن شاب ابراهيم هو مدير فني وانا كنت كابتن ابراهيم مدرب طبعا معاه، نجم الزمالك السابق، كان ساعتها كابتن اشرف قاسم رئيس القطاع. كان هو كان لسه جاي رئيس القطاع، وكانت الفرقه دي كانت معانا بقى اللي فيها سيف واسامه فيصل وهاني رشدي وبيسو وكل المجموعه دي.